ولكننا نفعل فوق ما فعلوا. مرحبا، زار الرحالة والمؤرخ أمين الريحاني يوما الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، فوجد لافتة عند مدخل مجلس الملك مكتوب عليها بيت شعري يقول: لسنا وإن كرمت أوائلنا يوما على الأنساب نتكل. فدخل الرحالة والأديب وأكمل البيت الذي يليه وهو: نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. وبعد أن علق على البيت الأخير رد عليه الملك قائلا: نحن نبني كما كانت تبني أوائلنا، ولكننا نفعل فوق ما فعلوا. ومن هذا الموقف يظهر مشروع التحديث والتجديد لدى موحد المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز. مشروعه الذي بدأ بترسيخ العدل والأمن لم يخلو من نظرة بعيدة المدى، فقد كان كما ذكر الرحالة تحتدم فيه شعلة الحياة الجديدة. وصف الملك عبد العزيز بأنه محدث وعبقري يتخذ القرار حين اقتناعه بشكل سريع، فقد أنشئت الهجر ليتمدن البدو وتصل لهم خدمات الصحة والتعليم في وقت كان فيه المجتمع منغلقا. إلى جانب ذلك أدخلت الإذاعة ووسائل الاتصال الحديثة، واستفادت الدولة آنذاك من خبرات المستشارين من مختلف البلدان. ففي عام 1924 أسس مجلس الشورى، ثم مجلس الوكلاء، مجلس الوزراء حالياً عام 1932، ثم أول كلية حربية، كما أنشئت مدارس الابتعاث من أجل بناء دولة عصرية تستفيد من الثورة العلمية والصناعية وتبني مستقبل نهضتها. كان الملك المؤسس إذا سمع مثل مقولة: في أيام أجدادكم يا طويل العمر كانت الدنيا مستريحة من هذه المشاكل الجديدة كلها، يرد بابتسامة ويكمل مشروع تحديثه فيما لا يمس بمبادئ الدين وتعاليمه. استمرت رحلة التجديد، وها نحن اليوم نشهد نهضة تحفظ للوطن أمجاده وتقود رحلة لازدهار جديد يبعث في الكبار والصغار الطموح والحياة لرفعة هذا الوطن. ومن قائد لقائد بزغ فجر المجدد محمد بن سلمان ليقود مهمة شجاعة.